عندنا حاجات كتيرة جدا الحقيقة النهاردة، لكن خلينا قبل ما نخش كمان على الصحف العالمية بتتكلم في ايه، عندنا بعض الأخبار السريعة كده مع حضراتكم. هبدأها بخبر رسميا تحديد موعد مباراة منتخب مصر وغينيا في تصفيات أفريقيا. اتحدد بشكل رسمي موعد مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغيني في التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم الأمم لكأس الأمم الأفريقية 2024 اللي هتقام إن شاء الله في ساحل العاج. تلقى اتحاد الكرة المصري النهاردة خطاب رسمي يفيد بتحديد يوم 14 يونيو الجاري موعد لمباراة التي تأتي طبعا في ضمن منافسات الجولة الخامسة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا. الخطاب حدد خطاب الاتحاد الأفريقي موعد المباراة اللي هتقام إن شاء الله في الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، وطبعا هتقام على ملعب أو استاد مراكش في المغرب. طبعا منتخب مصر، أفكركم إن منتخب مصر عنده 9 نقاط من 4 مباريات، فاز على غينيا وملاوي مرتين وخسر أمام أثيوبيا في نفس، ولكن كمان غينيا عندها نفس الرصيد من النقاط. الجدير بالذكر طبعا ان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده روي فيتوريا حدد يوم 10/6 10 يونيو ان شاء الله اللي جاي هو موعد لانطلاق معسكر منتخب مصر.